اهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان. الحقيقه انه الوافدين والاجانب في الازهر الشريف فيهم مواهب كبيره في عالم الانشاد والتلاوه، والنهارده في صباح الخير يا مصر هنقدم لكم صوت مميز لطالب عراقي بيدرس في الازهر الشريف. خلونا نرحب بضيفنا اللي منورنا في الاستوديو المنشد ظافر الحداد والمبتهل العراقي والباحث في مرحله الماجستير بجامعه الازهر. صباح الخير عليك يا ظافر ومنور. صباح الخير، اهلا وسهلا، حياكم الله، بارك الله فيكم. كل سنه وانت طيب. وانت طيبين ان شاء الله، الله يحفظكم. احكي لنا كده رحلتك في الدراسة في الأزهر الشريف. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا في البداية نحن تخرجنا من كلية الإمام الأعظم الجامعة رحمه الله تعالى، تخرجنا من السنة الرابعة، ثم بدأت منحة في الأزهر لأول مرة، يعني منذ 20 سنة وأكثر هذه المنحة لم يعني يعمل بها، ولكن الحمد لله يعني 2017-2018 أتينا إلى هنا إلى الأزهر الشريف عن طريق الوقف السني وجزاهم الله خيرا. نعم، المتمثلة بالدكتور عبد السلام الكويسي والوقف السني. نعم تمام، موجود في مصر بقالك دلوقتي 5 سنين تقريبا. أيوة نعم، تقريبا 4 إلى 5 سنوات، لأني الآن في مرحلة الكتابة، مرحلة كتابة الرسالة، رسالة الماجستير. أيوة. عنوانها إيه؟ عنوانها والله ما ينفعش افصح فيه، لان هذه الموضوع هي رساله، بس هو في الحديث، انا في قسم الحديث كليه اصول الدين في جامعه الازهر. عظيم. نعم. طيب امتى ابتديت انشاد بقى؟ نحن يعني من الصغر الحمد لله هذه الموهبه اكتشفناها، وبفضل الله عز وجل يعني في المساجد، يعني عندما تكون الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، يعني وهنا ايضا عملنا فرقه انشاديه في مصر احنا كعراقيين. فبدانا نخرج يعني في ليالي رمضان نحييها في المنوفيه وفي اماكن ثانيه. عظيم. ايوه، وبرده يعني قالتكم المصريين تقولون برده في يعني طلبه معانا اللي بيتجوز جديد، بنروح ايضا نعمل له حفله. البركولو. ايوه. نعم. طيب بتحب نبدا بايه؟ والله نبدا بما تيسر من القران ان شاء الله. ان شاء الله، تفضل. ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في ايام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. صدق الله العظيم. فتح الله عليك. الله يبارك. مين من القراء من وانت صغير كان قدوة ليك؟ والله عندنا الحافظ خليل اسماعيل، والذي هو يعتبر يعني المدرسة العراقية في العراق، الذي يسمى ببستان الأنغام العراقية، يقرأ ما يقارب إلى 250 مقام. نعم. الأزهر دعمك بإيه؟ يعني قدم لك إيه عشان يسقي موهبتك؟ الأزهر جزاهم الله خيرا، يعني كان في مسجد الأزهر تعمل ايضا في ليالي رمضانيه،
وفي دروس يعني قبل أن نأخذ الدرس يعني يقدموني أنشد. نعم افتتاحية في المجلس. نعم. طيب. وأيضا شاركت يعني في مسابقات، ولكني أنا يعني مقتصر فقط على القراءة بالطريقة العراقية. ولكن يعني إحنا عندنا هنا يعني بسبب صعوبة الدراسة في الأزهر يعني هذا الشيء يعني يبعدنا عن إنشاد هذه الأمور، لأن المواد مكثفة عندنا. يعني كنا في المرحلة الأولى والثانية مواد مكثفة، يعني لا نستطيع أن ننشد وأن نعمل. نقرأ تقريبا ما يقارب 20 ساعة بفضل الله عز وجل، والحمد لله يعني حققنا المراد إن شاء الله. طيب نسمع حاجة بقى انشد انت إن شاء الله. قد طال شوقي للنبي محمد، فمتى إلى ذاك المقام وصول؟ ولقد فنى صبري وزاد تشوقي نحو الحبيب وما إليه سبيل. أترى أمرغ وجنتي في تربه وألوذ من فرح به وأقول هذا النبي الهاشمي المصطفى هذا له كل القلوب تميل. طه النبي الأنوار خير الناس وطهار، طه النبي الأنوار خير الناس وطهار، هو اللي يشفع لنا، هو اللي يشفع لنا في موقف المحشر، في موقف المحشر هو اللي يشفع لنا، بندخل الجنة هو اللي يشفع لنا، بندخل الجنة يحلى الفخر لنا، يحلى الفخر لنا، بلو ردنا نفخر، بلو ردنا نفخر. طه النبي الأنوار خير الناس وطهار، طه النبي الأنوار خير الناس وطهار، هو اللي يشفع لنا، هو اللي يشفع لنا في موقف المحشر، في موقف المحشر. أخلاق الشفيع تزهو كالربيع، أخلاق الشفيع تزهو كالربيع، منه ورضيعي، منه وشفيعي، جسم يفوح عنبار، جسم يفوح عنبار. طه النبي الأنوار خير الناس وطهار، طه النبي الأنوار خير الناس وطهار، هو اللي يشفع لنا، هو اللي يشفع لنا في موقف المحشر، في موقف المحشر. يا
العين جمالا يلمك مثالا، يا عيني جمالا يلمك مثالا، ربي بجاه آلة ربي بجاه آلة، كلنا بظل نحشر كلنا بظل نحشر، طه النبي الأنوار خير الناس وطهار، طه النبي الأنوار خير الناس وطهار، هو اللي يشفع لنا هو اللي يشفع لنا في موقف المحشر في موقف المحشر، تانيني يا حادي خذني وياك غادي، تانيني يا حادي خذني وياك غادي، يم سيد العبادي يم سيد العبادي، ذو الوجه المنور ذو الوجه المنور. عليه الصلاة والسلام. الله عليك. انت قلت انت موجود في مصر خمس ست سنين تقريبا. نعم. لما بتسافر اجازات اكيد. ايوه بلا شك. أصدقائك في العراق بتحكي لهم إيه عن مصر وعن دراستك في الأزهر؟ والله مصر والأزهر الشريف بالذات هو قلعة العلم ومنارة الفكر، فهو يحمل منهجا وسطيا، وهذا يعني ما نراه فيه، والحمد لله عز وجل أتينا إلى هذا المنهج الوسطي، والحمد لله نحن يعني نفتخر أن انتمينا إلى الأزهر الشريف. وبداية يعني أنا أريد أن يعني أشكر أساتذتي في قسم الحديث وعلى رأسهم شيخ الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم الذي كان يدرسنا في مادة الحديث التحليلي، والدكتور أحمد معبد، والدكتور جلال عجوة، وكثير يعني المقام لا يسعنا أن نذكر الباقين، فجزاهم الله عنا خيرا، وعلى رأسهم الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الله يجزيه خيرا إن شاء الله على ما يقدمه لخدمة من الطلاب الوافدين، فهو له اليد الطولة في هذا الجانب، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمده بالصحة والعافية اللهم ويحفظه إن شاء الله للأزهر. ظفر، كنت عايز أسألك عن علاقة اللغة العربية وإجادة اللغة العربية بالإنشاد، وهل كل المنشدين لازم يكونوا بيجيدوا اللغة العربية بإتقان؟ بلا شك، لابد يعني للمنشد أن تكون له علوم الآلة في اللغة العربية، يعني أقل حاجة يعني أن يكون يعني عنده شيء من النحو كقطر الندى أو تحفة السنية، هذه الكتب يعني في البداية. نعم، فلابد يعني أن يكون للمنشد علوم الآلة. طيب احنا عايزين نسمع حاجه كمان، ايه رايك؟ هتسمعنا ايه؟ ان شاء الله تسمعون ان شاء الله. مفيش انشاد مصري خالص مش كده؟ ولا فيه؟ والله ممكن يعني نسويكم مناجات او حاجه. ماشي، اتفضل. طرقت باب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة، يا من عليه لكشف الضر يعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك يا
خير من مدت إليه يده، فلا تردنها فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. الله عليك يا ظفر. الأستاذ ظفر الحداد المنشد والمبتهل العراقي والباحث في مرحلة الماجستير بجامعة الأزهر، بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا النهارده. عفوا نعتذر على التقصير. لا خالص، تقصير في ايه، شرفنا ونورتنا ما شاء الله عليك. الله ربنا يحفظك بالتوفيق دايما. نشكركم على هذه الاستضافة الجميلة وبارك الله فيكم، وان شاء الله في موازين اعمالكم ان شاء الله كل التوفيق ليك. ان شاء الله شكرا ليك.